بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بيكم في سلسلة موانع الحمل من الألف للياء، الحلقة التاسعة. النهاردة هنبتدي نتكلم عن الموانع، مانع مانع. هنبتدي النهاردة بالرضاعة الطبيعية. الرضاعة الطبيعية دي الطريقة بتاعتها إن هي لما الابن ولا الابنة الرضيع يلتقم ثدي أمه بيطلع هرمونات. الهرمونات دي بتوقف الهرمون اللي بينشط التبويض، وبالتالي التبويض بيقف من المركز اللي فوق الغدة النخامية اللي بنسميه جونادوتروفين ريليزنج، جونادوتروفين ريليزنج هرمون، وبتبتدي تطلع بقى هي. وبالتالي ان الجونادوتروفينز نفسهم ال ال اتش ال اف اس اتش هيقلوا، وبالتالي التبويض بيقف. الرضاعة الطبيعية عشان تمنع حمل لها شروط شديدة شوية. لازم بنتنا يبقى الدورة قطعها، ما ينفعش اقول ان هي بتاخد منع حمل والدورة بتجيلها وهي بترضع. ثانيا لازم الرضاعة بتاعتها تبقى كاملة، بمعنى ان هي بعد كل رضاعة حتى لو مش بتفضي الثدي بتاعها كاملا قبل ما ترضع الرضاعة التانية علشان تحتفظ بمنع التبويض عالي. الحاجة اللي بعد كده ان الفاعلية طبعا اقل من الوسائل الاخرى. الميزة ان هي الحماية بتبتدي فور ان الشروط دي لما تبقى موجودة، بتبتدي مجرد الرضاعة ما بتبقى مستمرة، فبيبقى مجرد ما الرضاعة ابتدت منع للحمل مستمر معانا. ثانيا ان الرضاعة بيبقى لها مميزات عديدة للأم ومميزات عديدة للرضيع. الحاجة اللي بعد كده ان هي مش محتاجة تحضير اي وسيلة منع حمل. هنعرف بيبقى لها اجراءات وتحضيرات وتكلفة اضافية، ده ملوش تكلفة اضافية. لكن عيوبه ان هي فترة منع الحمل فيها بتبقى فترة محدودة. الفاعلية زي ما قلنا لكم قبل كده بتبقى اقل من الوسائل الاخرى، ولازم الرضاعة تبقى رضاعة كاملة علشان بنتنا تمنع الحمل. وطبعا انا في انتظار اسئلتكم عن موانع الحمل في اي حاجة منهم، خاصة الرضاعة الطبيعية. ونلتقي في لايف اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.